إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما المتفوقين والأبطال منهم هو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات. الحق في الحياة بدون تمييز، التعليم بدون صعوبات، والرعاية دون انتقاص. منهج بدأته الدولة المصرية لإيمانها الشديد بأن أبناء الوطن ثروة كامنة يستحق عناية فائقة، خصوصاً ذوي الهمم. حلم اتحقق على الأرض وأصبح واقع بإنشاء أكبر مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عربياً وإفريقياً بمبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولأن دور وزارة الداخلية الأمن يجاوره آخر مجتمعي لخدمة شعب مصر العظيم، جاء إنشاء أكبر صرح لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان. المشروع لما وزارة الداخلية قالت لنا إن هم هيتبنوه قالوا عايزين يخلصوه في 4 أشهر، إحنا هندسياً ما صدقناش الكلام ده. المشروع ده تم في زمن قياسي وظهر المنتج قدامنا هو دلوقتي. واحة لذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة 24,000 متر مربع تتخللها مساحات خضراء بنسبة 70% من المساحة الكلية، وتحوي العديد من الأنشطة الخارجية كملعب كرة ومنطقة ألعاب. وعلى مساحة 5,100 متر مربع يأتي الطابق الأرضي الذي يضم منطقة عيادات التقييم المزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، قسم خاص للعلاج المائي وصالة ألعاب رياضية، إضافة إلى جناح خاص بالتدريب والتأهيل. ولأن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أصحاب مواهب، تم إنشاء 4 ورش مختلفة الاستخدام لتنمية مهاراتهم اليدوية. استثمار قدرات وطاقات ذوي الهمم دور رئيسي لمركز التأهيل، وهو ما ظهر بامتداد الطابق الأول بمساحته الإجمالية التي تقدر ب 4,000 متر مربع، والذي يوفر البرامج المتخصصة في المجالات المختلفة من خلال 12 غرفة للتأهيل وغرف للفنون والموسيقى والزراعة والحاسب الآلي. ولتوفير سبل الراحة جاء الطابق الثاني بإجمالي مساحة تقدر ب 3,000 متر مربع ليتضمن 25 غرفة استضافة مختلفة المساحات لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم. ليست ظروفنا متساوية، لكن الجميع يستحق حياة إنسانية سوية. إلى جانب رسالتنا الأمنية لينا دور إنساني مجتمعي. عجبني جدا المكان ومبسوطة جدا إن أنا جيت هنا النهاردة، كان لازم نكون جزء منه علشان مستقبل مصر. بحب مصر أوي أوي. أقول السيسي أنا بحبك، ربنا يكرمك ويخليك. تحيا مصر. يا مصر.